يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الناحيه المقدسه سلام على طهرها وقدسها ونورها سلام على سيدها وقاطنها بقيه الله برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره الحلقه السابعه والخمسون بعد الثلاثمائه سلام عليكم على مائده القمر انها اطباقنا المهدويه الرمضانية الطازجة أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر براءة من السقيفتين سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين. بيعة الغدير الأولى، بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية، بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه عمن ياخذه طبق جديد في الحلقات المتقدمه وضعت على مائده القمر الطبق الرئيس انه طبق يوم الخلاص ثم ثنيت بطبق ثان انه طبق الثمار الجنيه وساضع بين ايديكم على مائده القمر طبقا ثالثا انه طبق الحلوى البديعه انها حلوى ولكنها من لون اخر هذه حلوى مره الطعم لماذا لانها حقيقه الحقيقه مره في طعمها ولكنها حلوه في عاقبتها فطبق حلوائنا اليوم طبق مر في طعمه لكنه حلو في عاقبته ساذهب بكم الى قرانهم الى قران محمد وال محمد والى سوره التكاثر حيث تبدأ السورة بعد البسملة ألهاكم التكاثر ألهانا كل شيء لكن التكاثر أهم عنوان يلهينا يلهي الإنسان في سورة الحديد في الآية العشرين بعد البسملة من سورة الحديد هناك حديث عن هذا التكاثر اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو هذا هو اللهو الذي يلهينا وهذا هو اللعب الذي يلعب بنا في الحقيقه لسنا الذين نلعب به انه يلعب بنا اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كل هذا تكاثر ولكن التكاثر على اصناف فان اللعب واللهو والزينه والتفاخر تكاثر اصناف من التكاثر وهناك تكاثر تحدثت الايه عنه اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد ثم تبين الايه لنا حقيقه هذا التكاثر ترسم لنا صوره تكشف لنا عن عاقبه امر هذا التكاثر كمثل غيث والغيث هو المطر كمثل غيث اعجب الكفار نباته والكفار هنا الزراع فان الزارع كافر يكفر البذور يغطيها تحت التراب وانما قيل للكافر الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى لانه يغطي فطرته بجهله وعناده والحاده وسائر ما يقوده الى الكفر كمثل غيث اعجب الكفار الزراع نباته مطر من السماء ونبات في الارض صار يانعا مورقا جميلا اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا بلغ الى اعلى مرتبه من النماء فلما وصل الى اعلى مرتبه من النماء بدا بالاصفرار انتهت دوره الحياه الخضراء فيه فتحول الى نبات اصفر فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يتلاشى شيئا فشيئا اما بسبب الانسان او بسبب الحيوان او بسبب الرياح او من عند نفسه بسبب العوامل الطبيعيه المختلفه هذا هو حال الدنيا مطر نبات مخضر مونق حسن جميل وصل الى اعلى درجه من درجات نمائه وانباته صار بعد ذلك مصفرا يابسا وتلاشى شيئا فشيئا فصار حطاما اما ان الانسان قضى عليه واما ان الحيوان قضى عليه واما ان العوامل الطبيعيه الاخرى هي التي جعلته حطاما كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما هذه اعمارنا وهذه دنيانا وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لا اريد ان اقف عند هذه الايه طويلا لكن الايه تحدثت عن اصناف من التكاثر اعود الى سوره التكاثر الهاكم التكاثر التكاثر يلهينا التكاثر قد يكون في الاموال التكاثر قد يكون في الشهوات التكاثر قد يكون في السلطه والحكومه التكاثر قد يكون في تحصيل العلم والدراسه والشهادات التكاثر قد يكون في الشهره وصناعه الجاه بين الناس التكاثر 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 اصنافه كثيره جدا وهذه الاصناف هي التي تلهينا تلهي الادميين في حياتهم الدنيويه ولكن اصنافا اخرى هي اخطر من الاصناف التي ذكرتها هناك التكاثر في الغباء التكاثر في سوء التوفيق التكاثر في ارتكاب المعاصي التكاثر في الجهل وفي الجهل المركب بشكل اخطر التكاثر في أن نشرب من العيون الكدرة القذرة التكاثر في حسد أولياء الله التكاثر فيما نستنتجه وما نحكم به وما نصل إليه من نهايات تقودنا إلى العاقبة السيئة هذه الأصناف من التكاثر هي الأصناف الأخطر صحيح أن التكاثر في الأموال يلهينا يلهي الإنسان عن ان يتوجه الى الجهه الصحيحه ومن الاخر يلهينا عن خدمه امام زماننا امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تذكروا كلمته التي مرارا وكرارا ارددها بين ايديكم لو ادركت القائمه لخدمته ايام حياتي يعني ان الامام يوظف كل ثانيه في حياته في يقظته ومنامه يوظف كل ثانية لخدمة الحجة بن الحسن الإمام الصادق ليس محتاجا لهذا أنا وأنتم نحن محتاجون لهذا وإمامنا الصادق يعلمنا يرشدنا يضع لنا برنامجا ومنهجا يريد منا ان نتلمس حقيقته وان نعمل به انا وانتم الذين يجب علينا ان نقول لو ادركنا القائمه فاننا سنخدمه ايام حياتنا وقد ادركناه نحن في ايام امامته فهو امامنا ونحن في ايام غيبته الثانيه فالامام ولد والامام تحققت امامته الفعليه بعد استشهاد ابيه العسكري صلوات الله عليه وغيبه الامام بدات وانتهت الغيبه الاولى ثم جاءت الغيبه الثانيه وقد امتدت قرونا وها هي العلائم تتحقق شيئا فشيئا وقد مر الكلام عن هذا عودوا الى الطبق الرئيس الى طبق يوم الخلاص وتفحصوا النصوص التي ذكرتها لكم إنها العلائم التي تحققت ولا زالت تتحقق. فنحن في زمان القائم صلوات الله وسلامه عليه. أنا وأنتم الذين يجب علينا أن نقول هذا القول من أننا في أيام القائم ومن أنه يجب علينا ان نقضي ايام حياتنا في خدمته لكن الذي يلهينا عن ذلك يلهينا التكاثر بكل اصنافه حينما نسعى وراء الاموال سعيا حثيثا نسعى وراء الاموال لاجل الاموال فهذا يلهينا وحينما نسعى وراء العلم لاجل العلم فهذا يلهينا عن امام زماننا وحينما نسعى وراء الجاه والشهره لاجل الجاه والشهره فهذا يلهينا عن خدمه امام زماننا وهكذا الأخطر من كل ذلك حينما يكون التكاثر والسعي وراء الغباء مثلما يفعل مراجع حوزة النجف وكربلاء يتكاثر غباؤهم منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة والغباء في تكاثر والجفاء لامام زمانهم في تكاثر والغدر ببيعه الغدير في تكاثر والدليل كتبهم عقائدهم تفاسيرهم فتاواهم احوالهم شؤون حياتهم الشخصيه الواقع الشيعي البعيد عن إمام زمانه كل ذلك من نتاجه والأمر في استمرار وفوق ذلك يحاربون الذين يرفعون أصواتهم لدفع الشيعة باتجاه إمام زمانهم هذا هو الواقع السيء الذي انتجه تكاثر الغباء وتكاثر الانغماس في العيون الكدره القذره بعيدا عن العيون الصافيه هذا التكاثر هو الذي يلهينا يلهي الشيعه ألهاكم التكاثر الشيعة يتكاثرون فيما بينهم في تعصبهم لعجولهم لأوثانهم لمراجعهم فشيعة السيستاني يتكاثرون مع أتباع مقتدى الصدر وأتباع مقتدى الصدر يتكاثرون مع شيعة السيستاني والجميع يتكاثرون مع اتباع صادق الشيرازي، وهكذا مع البقيه كل مجموعه تتكاثر مع الاخرى لاجل ان تبين خضوعها واتباعها لمرجعها لعالمها لقائدها لصنمها لوثنها لعجلها الذي تعبده هذا هو الواقع الذي تعيشه الشيعه في العراق وغير العراق والامر هو هو في سائر البقاع الاخرى التي يتواجد فيها الشيعه هذا التكاثر في الصنميه وفي اظهار الحب للمراجع هو هذا الذي يلهي الشيعه عن خدمه امام زمانها ويلهيها اولا عن المعرفه السليمه لامام زمانها الهاكم والتكاثر فالشيعة مراجعا وحوزة وعمائم وخطباء منبر والذين يتبعون هؤلاء في أبعد ما يكون عن فناء إمام زمانهم لماذا الهاهم التكاثر؟ واذا لم ينتبهوا ويعودوا الى جاده صوابهم فانهم سيذهبون الى قبورهم بحالتهم هذه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى نقلتم اليها ودفنتم هناك صوره شائعه عن ان صنفين من الناس في مكه تفاخروا بالاحياء من زعمائهم ثم تفاخروا بالاموات من زعمائهم وذهبوا الى المقابر يعدون قبور موتاهم هذا الكلام موجود في كتب التفسير لا شان لي به بحسب الروايات فان زياره المقابر هنا هي ان ننتقل الى قبورنا بعدما نموت لان الايات التي ستاتي يفسرها لنا محمد وال محمد بالرجعه ويوم القيامه فهذه الزياره ملتصقه بما بعدها بالرجعه ويوم القيامه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر نبقى منشغلين بغبائنا منشغلين بصنميتنا منشغلين بجهلنا المركب منشغلين بالاصرار على ان نبقى غاطسين في العيون الكدره القذره هذا هو التكاثر الذي الهانا ويلهينا حتى موتنا عن خدمه امام زماننا وبعد ذلك ننقل الى قبورنا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلماذا لماذا لا تنتبهون لانفسكم لماذا لا تبحثون عن مساحه في حياتكم تخدمون فيها امام زمانكم ولن تستطيعوا ان تخدموا امام زمانكم ما لم تتسلحوا بالعقيده السليمه ولقد لخصتها لكم وجمعتها لكم بعد تجربه طويله في التدريس والبحث والتحقيق في عالم العقائد لخصتها لكم جمعتها لكم ووضعتها لكم في خارطه للعقيده السليمه في مجموعه حلقات اعرف امامك من هذا البرنامج من برنامج الخاتمه العقيده السليمه جوازنا لخدمه امام زماننا ان لم نوفق ان نجعل كل حياتنا لخدمه امام زماننا على الاقل ان نجعل مساحه من حياتنا ولو كانت ضيقه لخدمه امام زماننا لماذا نفكر في خدمه مراجعنا في خدمه علمائنا في خدمه زعمائنا من السياسيين وغير السياسيين من اصحاب العمائم وغير اصحاب العمائم لماذا نفكر فيهم ولماذا نعطي هؤلاء مساحه كبيره من حياتنا هؤلاء لا قيمه لهم اساسا الا اذا كانت خدمتهم تقودنا الى خدمه امام زماننا واين نجد هذا ما بين العمائم الطوسيه العباسيه الابليسيه اننا حين نخدم هؤلاء نخدم ابالسه هؤلاء ابالسه المراجع والقاده المعممون اصحاب العمائم من الوكلاء والخطباء وامثالهم هؤلاء ابالسه ياخذوننا الى ابليس لا ياخذوننا الى امام زماننا هذه هي الحقيقه من الاخر هؤلاء يكثرون علينا غباءنا بسبب غبائهم وجهلهم ونبقى ما بين تكاثر غبائنا نحن وتكاثر غباء هؤلاء الذين نسير وراءهم فنقع بين تكاثرين من الجهل المركب ومن الغباء المركب ومن الخذلان المركب ومن سوء التوفيق المركب كل هذا ببركه حوزه الطوسي ببركه سقيفه بني مرجعيه في النجف هذا هو واقع الشيعه منذ ان اسست حوزة الضلال هذه في النجف وكربلاء ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا كلا هذا ردع ردع شديد القرآن يرفض حالتنا هذه ما هي حالتنا نحن منشغلون بغبائنا بتكاثرنا منشغلون بصنميتنا منشغلون بشهواتنا كل هذا شغلنا عن خدمه امام زماننا وبقينا على حالنا هذا حتى جاءت لحظه الموت وحينئذ لا نستطيع ان نغير شيئا اذا ما نزل الموت بنا لا نستطيع ان نقدم شيئا ولا نستطيع ان نؤخر شيئا اذا نزل الموت بساحتنا فماذا سنصنع نحن منتقلون راحلون عن هذه الدنيا وقد باءت كل المخططات بالفشل وهذا الغضب الذي يحتدم في داخلنا لامر هنا او لامر هناك سينتهي سينتهي وهذه المطامع التي تفور في هواجسنا ستتلاشى كل شيء وهذه المطامع التي تفور تفور في هواجسنا ستتلاشى ويتلاشى كل شيء معها انها لحظه الموت وبعدها زياره المقابر سنذهب الى قبورنا الى بيوتنا الجديده الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر اين خدمتنا لامام زماننا اين معرفتنا بامام زماننا اين احياؤنا لامر امام زماننا اين عملنا ببرنامج التمهيد يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على دينكم وصابروا اعداءكم ورابطوا امامكم اين كل هذا لقد انشغلنا بتكاثرنا حتى وصلنا الى مقابرنا ومن هنا فان القران يرفض حالتنا هذه كلا ما الذي يجري كلا سوف تعلمون سوف تعلمون في الرجعه كلا سوف تعلمون سوف تعلمون في الرجعه ان كنتم رجعتم أم بقيتم في قبوركم سوف تعلمون لكن الذين سيعودون إلى الدنيا في الرجعة سيعلمون ويعلمون كلا سوف تعلمون وبعد ذلك تأتي الآية ثم كلا ردع شديد في الايات ثم كلا سوف تعلمون الحديث عن يوم القيامه الكبرى ايام الله ثلاثه يوم القائم ويوم الرجعه ويوم القيامه والحديث هنا عن هذه الايام كلا سوف تعلمون الاولى عن اليوم الثاني من ايام الله انها الرجعه ثم كلا سوف تعلمون انه اليوم الثالث من ايام الله يوم القيامه كلا لو تعلمون علم اليقين متى يتحقق هذا المعنى يتحقق هذا المعنى في القيامه مثلما عبرت الروايه من انها المعاينه والمعاينه قد تكون في الدنيا وقد تكون في الرجعه وقد تكون في القيامه الكبرى لكن اعلى مراتبها في القيامه الكبرى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم اقرا عليكم مما جاء في مختصر البصائر البصائر الكتاب الاصل لسعد الاشعري القمي رضوان الله تعالى عليه والمختصر للحسن ابن سليمان الحلي من اعلام القرن الثامن الهجري من اعلام الشيعه وهذه الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسة هذا الحديث في الصفحة السابعة والسبعين بعد الأربعمائة إنه الحديث الخامس والعشرون بعد الخمسمائة بسنده عن عبد الله بن نجيح اليماني قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه لتسألن يومئذ عن النعيم قال النعيم الذي أنعم الله عليكم بمحمد وآل محمد هذا هو النعيم الذي سنسال عنه قال النعيم الذي انعم الله عليكم بمحمد وال محمد وفي قوله تعالى لو تعلمون علم اليقين قال المعاينه المعاينه هي اعلى درجات العلم وهي اعلى درجات الوضوح وهي اعلى درجات الادراك وفي قوله تعالى لو تعلمون علم اليقين قال المعاينه وفي قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قال مرة بالكرة وهي الرجعه واخرى يوم القيامه يمكن ان تقرا واخرى يوم القيامه واخرى يوم القيامه بحسب ما نفهمه من هذه العباره وفي قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قال مره بالكرة واخرى يوم القيامة كلمات إمامنا الصادق واضحة وواضحة جدا واقرأ عليكم مما جاء في الكاف الشريف هذا هو الجزء السادس هذا هو الجزء السادس من الكهف الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان قبل أن أقرأ الحديث عليكم نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ان لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله فداك قال قول الله عز وجل ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في اخر سلطانهم والجوع بغلا اسعارهم ونقص من الاموال قال كساد التجارات وقله الفضل ونقص من الانفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قله ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تاويله ان الله عز وجل يقول وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا هو الحديث الثالث من الباب المرقم 204 وأربعة من الجزء السادس من الكافِ الشريف في الصفحة الخامسة والتسعين بعد المئتين. بسنده بسند الكليني عن ابي حمزه انه الثمالي قال كنا عند ابي عبد الله جماعه فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبا ما لنا عهد بمثله يعني ما كنا قد تناولنا طعاما كهذا الطعام ابو حمزه يقول كنا عند ابي عبد الله جماعه جماعه فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبا وأتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه فقال رجل من الذين كانوا جلسا في ذلك المجلس فقال رجل لتسالن عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول الله فقال ابو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الله عز وجل أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسالكم عنه هذا لا يفعله المخلوق المخلوق الكريم الانسان الكريم لا يفعل باضيافه هذا ان يقدم لهم الطعام وبعد ذلك يسالهم عن الطعام الذي قدمه اليهم. ان الله عز وجل اكرم واجل من ان يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسالكم عنه ولكن يسالكم عما انعم عليكم بمحمد وال محمد صلى الله عليه وعليهم. الحديث واضح ولا اعتقد انه بحاجه الى شرح او الى تفصيل في البيان النعيم الذي جاء مذكورا في سوره التكاثر امام زماننا هذا هو النعيم الذي سنسال عنه النعيم امام زماننا النعيم ولايه امام زماننا النعيم موده امام زماننا النعيم دين امام زماننا النعيم خدمه امام زماننا اذا وفقنا لذلك هذا هو النعيم واصله اصله بيعه الغدير اصله اصله بيعه الغدير ماذا نقرا في سوره المائده في الايه الثالثه بعد البسمله من سوره المائده في يوم الغدير اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. واتممت عليكم نعمتي. النعيم هو تمام النعمه. متى تمت النعمه علينا؟ تمت النعمه علينا في غدير خم تمت علينا بمحمد وال محمد وتاج ذلك ولايه علي هذا هو النعيم. أتمّ الله نعمته علينا بحسب قرآنه في غدير خم أتمّ النعمة علينا بمحمد وآل محمد وتاج ذلك ولاية عليّ نحن نقرأ في زيارات أمير المؤمنين من أنه كان تاجا لرأس رسول الله وتاجا لرأسه وتاجا لرأسه هذا لا يعني أن عليا أعلى رتبة من رسول الله هذه المضامين لا بد ان تفهم في سياقها مثلما يقول رسول الله علي مني بمنزله الراس من الجسد علي تاج لراس رسول الله التاج لا يشرف الراس الراس هو الذي يشرف التاج التاج غطاء حمايه رسول الله صلى الله عليه واله في يوم احد كان ينادي امير المؤمنين يا كاشف الكرب عن وجهي اين كاشف الكرب عن وجهي كاشف الكرب عن وجه رسول الله علي علي كان يصفه بهذا الوصف من انه كاشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليهما وآلهما فتاج النعيم وتاج النعمة التي اتمها الله علينا في غدير خم ولايه علي وهذا هو النعيم الحقيقي في اعمارنا في جيلنا في ايامنا نعيمنا هو امام زماننا نعيمنا هو غدير امام زماننا هذا هو النعيم الذي سنسال عنه الهاكم التكاثر الهانا التكاثر نحن تهيمن علينا الغفله ويهيمن علينا الغباء ونزداد غباء حينما نزداد صنميه لهؤلاء الاغبياء القاطنين في النجف الذين يعتمرون عمائم بني العباس عمائم الابالسه هكذا وصفت الروايات عمائم مراجع النجف وكربلاء انها عمائم ابليس الشيعه تتنافس في حبها وعلاقتها بهؤلاء وهؤلاء يتنافسون فيما بينهم متكاثرين في ابعاد الشيعه عن منهج محمد وال محمد فيأتينا الخوئي كي يضعف اكثر احاديث اهل البيت ويأتي بعده السيستاني يكاثره في تضعيف احاديث اهل البيت والحبل على الجرار ما هؤلاء يتكاثرون في هذا في اي شيء يتكاثرون. يتكاثرون فيما ياخذون من قذارات النواصب. يتكاثرون فيما يظهرونه من حب ودفاع عن النواصب. يتكاثرون في هذا. احزابنا الشيعيه الدينيه القطبيه القذره هي كذلك خطباؤنا الحسينيون الحمير ما هم بحسينيين هؤلاء امويون لكنني اصفهم بهذا الوصف كي تعرفوا انني اقصد هؤلاء هؤلاء الحمير يتكاثرون فيما يظهرونه من غبائهم العقائدي وجهلهم المركب في ثقافة الكتاب والعترة وحال الفضائيات هو هذا أيضا وحال المواقع الألكترونية لهؤلاء المراجع هو هذا أيضا إنه تكاثر في الغباء وتكاثر في الجهل المركب، وتكاثر في الالتصاق بالنواصب، وتكاثر في النفرة والابتعاد عن إمام زماننا، وتكاثر في تضعيف وإنكار أحاديث العترة الطاهرة. تكاثر حوزة النجف في هذا، في تجهيل الشيعة، في تثويلهم. في سرقة اموال الشيعة باسم صاحب الزمان هذا هو الذي يجري على ارض الواقع هذا التكاثر الهاهم عن امام زمانهم وهم قاموا ايضا بالهاء الشيعة بضلالهم وجهلهم ضلوا واضلوا الشيعة ضلوا واضلوا الشيعة هذا هو الذي جرى ولا زال يجري على ارض الواقع الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ستبقون على حالكم هذا وحتى حينما تموتون ستقرؤون دعاء العديله دعاء الضلال هذا الدعاء ليس مرويا عن محمد وال محمد وانما كتبه بعض مراجع المدرسه الاصوليه وفقا لضلال هذه المدرسه انتم انتم يا اتباع المدرسه الاصوليه تعتقدون جهلا من دون علم من ان مدرستكم هي الاقرب الى اهل البيت انتم جهال لا تفقهون شيئا هل درستم سائر المدارس ابعد المدارس عن اهل البيت واقربها الى النواصب المدرسه الاصوليه. انا لا ادافع عن بقيه المدارس. انا لا انتمي لاي مدرسه من المدارس الشيعيه ولا علاقه لي بها. انا ارفض كل هذه المدارس. ارفض المدرسه الاخباريه بصنفيها المحضه وغير المحضه. أرفض المدرسة الشيخية بصنفيها الكريم خانية والإحقاقية وما تفرع عن ذلك أرفض المدرسة الجنابذية وأرفض المدرسة التفكيكية المعارفية لا انتمي إلى هذه المدارس وأرفض المدرسة العرفانية المدرسه النجفيه والمدرسه القميه وارفض المدرسه الاصوليه ان كانت كلاميه او فلسفيه او عرفانيه ارفض كل هذه المدارس ولا انتمي اليها لكنني اقول لكم من ان المدرسه الاصوليه الكلاميه وهي المدرسه الاصوليه الحاكمه في النجف هي ابعد المدارس عن اهل البيت واقرب المدارس والاكثر التصاقا بالنواصب المدرسه الاصوليه الكلاميه هي الابعد عن اهل البيت بالقياس الى المدرسه الاصوليه الفلسفيه وبالقياس الى المدرسه الاصوليه العرفانيه مدرسة النجف الحاكمة في النجف، مدرسة الخوئي، مدرسة محمد باقر الصدر، مدرسة السيستاني وسائر المراجع في النجف هي المدرسة الاصولية الكلامية التي هي الابعد من بين كل المدارس الشيعية عن اهل البيت وهي الاقرب والاكثر التصاقا بالمناهج الناصبية القذرة. انتم بجهلكم المركب تتوقعون ان المدرسه الاصوليه الكلاميه النجفيه في حوزه النجف هي الاقرب الى اهل البيت هي الابعد عن اهل البيت انا ادعوكم ان تختاروا مدرسه اخرى فهي اقرب الى اهل البيت مع انني ارفض كل هذه المدارس ولا انتمي اليها مدرستي مدرسه الغديرين هذه مدرستي مدرستي مدرسه القران المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بتفهيمهم هذه مدرستي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى لحظة الموت ومراجع المدرسة الأصولية الكلامية في النجف يطاردونكم بدعاء العديلة والشيعة يكتبون في وصاياهم أو يوصون أولادهم من أن يقرأوا عندهم دعاء العديلة دعاء العديلة يبعدكم عن اهل البيت هذا الدعاء لا صله له باهل البيت فيه كلام صحيح نعم لكن المنظومه العقائديه فيه منظومه شركيه مرفوضه عند اهل البيت هذا الذي كتب هذا الدعاء كتبه وفقا لمنظومه العقائد المعتزليه خصوصا في التوحيد. هذا دعاء خلي من البراءة وخلي من ذكر فاطمة خلي من العقيدة السليمة يا أيها الشيعة لماذا تقرؤونه؟ لماذا لا تقرؤون الزيارة الجامعة الكبيرة؟ لماذا لا تقرؤون زياره عاشوراء؟ لماذا لا تقرؤون دعاء صنمي قريش؟ دعاء صنمي قريش من كنوز الادعيه، من كنوز الادعيه هذا هو الذي سيسهل عليكم الخوف والوجل والوحشه بعد ان تفارق ارواحكم اجسادكم دعاء صنمي قريش زياره عاشوراء زياره ال ياسين زياره الصديقه الكبرى الزياره الجامعه الكبيره هذه وثائق الجواز وهذه وثائق المفاز وهذه وثائق النجاه وهذه الوثائق التي نلوذ بها بعد ان ننتقل من ديار دنيانا الى ديارنا الجديده الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ماذا جنيتم من اصنامكم ومن اوثانكم الذين جئتم بوصول قبض الاخماس واوصيتم ان تكون معكم في اكفانكم هذه وثائق سرقه مراجع النجف وكربلاء وانتم ساهمتم في هذه السرقه انتم خالفتم امام زمانكم ودفعتم الاخماس لهم والامام اباح ذلك والامام الحجه يريد ان يطاع فيما يفرضه علينا وفيما يرخص لنا مشكلة الشيعة مشكلة كبيرة ألهاهم التكاثر تكاثر الغباء وتكاثر الجهل وتكاثر الصنمية وتكاثر الديخية أتحفونا أتحفونا بالوثيقة الديخية ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي انت على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه هي قال توصل إنهم تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عباره ده. واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي مستعجل وش داعي اقول تركب يعني خلافه اهم ديخ عربي عباره على وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء قال مثل ما لا مو علم اجمالي هذا واقع <applause> واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه هذا هو منهج حوزه الطوسي يريدون ان يجعلوكم حميرا قناه القمر ماذا تريد منكم برنامجها البرنامج الذهبي رجاء اعرضوا لنا البرنامج الذهبي البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية. اعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة, المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك دينك إمامك العبادة الذهبية رابط, رابط مرابطة, مرابطة الأحرار في فناء إمامك, إمامك البراءة الذهبية طلق منهج اصحاب العمائم الابليسيه الكبيره في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعه فيه ان كنت راغبا في امامك. اتمنى عليكم ان تقارنوا بين المنهجين بين المنهج الديخي والمنهج الذهبي بين برنامج حوزه الطوسي حوزه النجف وكربلاء التي تصنع منكم حميرا ديخيين وبين برنامج قناه القمر هذا البرنامج الذهبي الذي في كل حرف من حروفه حقائق ثقافة الكتاب والعتره، والبرنامجان أمامكم، دققوا النظر فيهما، وقارنوا بين هذين البرنامجين كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم. برنامج حوزة النجف وهو برنامج الاستحمار وتحويل الشيعة إلى حمير للمراجع يدخلونهم في حالة من التكاثر في الديخية في حالة من التكاثر في التثويل والتجهيل والتضليل ويبقون على حالتهم هذه إلى موتهم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون في الرجعة في الرجعة العظيمة ثم كلا سوف تعلمون في مواقف يوم القيامة كلا لو تعلمون علم اليقين المعاينه ستكون بدرجه في مرحله الرجعه وبدرجه اعلى في مرحله القيامه الكبرى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم هنا لام التوكيد في بدايه الفعل ثم لا تسالن هذه لام التوكيد وفي اخر الفعل هذه نون التوكيد المثقله المشدده ثم لتسالن يومئذ عن النعيم وحينما تقدم الظرف يومئذ على الجار والمجرور في ذلك اشاره الى ان السؤال الرئيس السؤال الاهم السؤال الاخص سيكون عن هذا الموضوع فقط النعيم امام زماننا النعيم ولايته هذه مراتب النعيم التي انعم الله بها علينا النعيم امام زماننا النعيم ولايته النعيم مودته النعيم معرفته النعيم طاعته النعيم خدمته النعيم احياء امره النعيم التمهيد لمشروعه العظيم النعيم كل شأن يرتبط بإمام زماننا الحجة بن الحسن هذا هو النعيم الذي سنسأل عنه ماذا سنجيب ماذا سنجيب السورة واضحة السورة واضحة وواضحه جدا في ايام محمد وال محمد انه يوم القائم انه يوم الرجعه انه يوم القيامه الكبرى ايام الله التي جاء ذكرها في سوره ابراهيم في الايه الخامسه بعد البسمله من سوره ابراهيم ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله هذا الاخراج من الظلمات الى النور لن يتحقق الا بارتباطهم بايام الله ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على دينكم صابروا اعداءكم ورابطوا امامكم القائم هؤلاء هم الصبارون الشكورون ان في ذلك لايات لكل صبار شكور وذكرهم بأيام الله وفي سورة الجاثية في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيامهم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين امنوا ماذا يفعلون؟ قل للذين امنوا يغفروا هم الذين يقومون بدور المغفره قل للذين امنوا يغفروا هم الذين يقومون بدور المغفرة ما قالت الاية قل للذين امنوا يستغفروا يعني ان يرفعوا ايديهم بالدعاء ويقولون اللهم اغفر لاولئك الايه تقول من ان الذين امنوا هم الذين يقومون بدور المغفره هم لا يطلبون المغفره لهؤلاء هم الذين سيغفرون لهم قل للذين امنوا يغفروا لم تقل الايه قل للذين امنوا يستغفروا اي يطلبوا المغفره من الله لهم وانما الذين امنوا هم الذين سيغفرون لهم لمن لمجموعه هكذا جاء وصفها في الايه للذين لا يرجون ايام الله عجيب هذا الذين امنوا يؤمرون من الله سبحانه وتعالى قل للذين امنوا يغفر للذين لا يرجون ايام الله امر من الله عبر رسول الله يوجه الى الذين امنوا ان يقوموا بالمغفره وليس بالاستغفار هم الذين سيغفرون لهم لمن للذين لا يرجون ايام الله من هم هؤلاء انهم الشيعه الذين لا يعرفون العقيده السليمه هم لا يرجون ايام الله لانهم لا يعرفون ايام الله علموهم من ان المعاد هو يوم القيامه فقط وتلك عقيده الاشاعره عقيده النواصب المعاد في ثقافه العتره الطاهره يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى، هذا هو المعاد. فهؤلاء الشيعة من اتباع المدرسة الأصولية لا يرجون أيام الله لأنهم أساسا لا يعرفونها. لا يعرفون أن عقيدة المعاد تتألف من ثلاثة أيام. يوم القائم ويوم الرجعة وهو يوم عظيم هائل ويوم القيامة الكبرى قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله قل لهم ان يعلموهم العقيدة السليمة ولكن ماذا نصنع لاتباع المدرسة الاصولية يرفضون أن نعلمهم دينهم ويذهبون وراء مراجعهم الأغبياء هكذا جاء في تفسير هذه الآية أقرأ عليكم من تفسير القمي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان والرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال إمامنا الصادق قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون ما قال للذين لا يعرفون قال للذين لا يعلمون وهم الشيعه الاصوليون من اتباع الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني وامثالهم من اتباع محمد الشيرازي وصادق الشيرازي وامثالهم هؤلاء هم الذين لا يرجون ايام الله لانهم لا يعرفون العقيده السليمه لان مراجعهم علموهم من ان المعاد هو يوم القيامه فقط هذه عقيده الاشاعره عقيده المعتزله عقيده العتره الطاهره المعاد ايام الله فإن وعد الله في أيامه وعودة وعودة الخلق إليه في أيامه في كل يوم بحسب ذلك اليوم يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا ان يغفروا للذين لا يعلمون فاذا عرفوهم فقد غفروا لهم هذا هو الذي تريده قناه القمر وهذا هو الذي تفعله لكننا ماذا نصنع للاصوليين هؤلاء ولاتباع المدرسه الاصوليه الضاله التي لا ترجو ايام الله. كتب عقائد المدرسه الاصوليه موجوده، عودوا اليها. دعاء العديله دعاء المدرسه الاصوليه، دعاء الضلال اقرؤوه. ما فيه ذكر لايام الله. أيام الله هي هذه قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله لماذا؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون هذا هو المعاد وايام الله هذه هي انتم انتم الذين تطيلون لحاكم وتكبرون عمائمكم وتملؤون رؤوسكم بقذاره النواصب انتم هؤلاء الذين لا يرجون ايام الله وانا وامثالي يطلب منا ان نغفر لكم ان نعلمكم عقائدكم قل للذين امنوا يغفر للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم عرفوهم أيام الله وعرفوهم العقيدة السليمة وعرفوهم برنامج خدمة إمام زمانهم هذا هو النعيم الذي سنسال عنه الوقت يجري سريعا والمطالب كثيره ومفصله نذهب الى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه واله سيأتي زمان على امتي لا يبقى من القران الا رسمه ولا من الاسلام الا اسمه يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء, فقهاء ذلك, ذلك الزمان شر فقهاء, فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه, الفتنة وإليهم, تعود واليهم تعود عن ابي خديجه, خديجة قال قال, قال أبو, ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس خلاصه القول هناك مشكله المشكله ان التكاثر هو الذي سيكون حائلا فيما بيننا وبين خدمه امام زماننا وما دام هذا التكاثر اكان تكاثرا في الدنيا وشؤونها من اموال وسلطه وسمعه وشهوات ام كان تكاثرا في الغباء والصنميه والديخيه وهو الاخطر وهو الاخطر ام كان انغماسا وانطماسا في الفكر الناصبي او في القذارات التي لا املك الفاظا لوصفها كقذارات المجموعه الخطابيه القذره النجسه التي تنغمس في شهواتها المحرمة إلى أبعد ما يستطيع الخيال أن يتخيله ينغمسون وينطمسون ويرتكسون في الزنا واللواط والخمور والمخدرات وفي كل ما فيه معصية وفي كل ما فيه حرام الى ابعد الحدود وبنحو مقزز قبيح قذر الى ابعد الحدود ويقولون من ان كل هذا عباده هؤلاء ماذا ساقول عنهم هذا تكاثر تكاثر في انطماس الفطره هل اصفهم بالبهائم البهائم مقدسه بالقياس لهم هل اصفهم بالغائط وسائر النجاسات الغائط وسائر النجاسات هذه امور مقدسه بالقياس لهؤلاء الانجاس الذين يعدون انفسهم اصحاب مقامات غيبيه وينالونها باللواط والزنا الا لعنه الله عليهم الا لعنه الله على اسلافهم في زمان الائمه الا لعنه الله على الذين ماتوا منهم الا لعنه الله على ابوابهم واصحاب مقاماتهم الا لعنه الله عليهم جميعا على رجالهم ونسائهم الا لعنه الله على ظاهرهم وباطنهم هذا صنف من اصناف التكاثر الشيطاني المشكله هنا المشكله في التكاثر الذي يحول فيما بيننا وبين خدمه امام زماننا هذه مشكله الدنيا اما مشكله الاخره فاننا سنسأل عن النعيم قطعا لن يكون جوابنا إيجابيا حينما يكون التكاثر قد ألهانا حتى ذهبنا إلى قبورنا بداية السورة بعد البسملة حددت المشكلة ألهاكم التكاثر هذا في الدنيا وفي اخر السورة حددت المشكلة في الآخرة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فما هو جوابنا؟ جوابنا سيكون نتاجا من تكاثر جهلنا من تكاثر جهلنا المركب من تكاثر غبائنا من تكاثر ديخيتنا من تكاثر استحمارنا من تكاثر اتباعنا لهؤلاء الأغبياء من مراجع المدرسة الأصولية الذين هم أبعد المدارس الشيعية عن العترة الطاهرة وأقرب المدارس الشيعية إلى النواصب وإلى سقيفة بني ساعدة انهما سقيفتان توامان سقيفه بني ساعده وسقيفه بني طوسي توامان توامان الا لعنه على السقيفتين هذا يقودني يقودني الى سوره الطارق إلى الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من الآيات إلى آخر السورة إنهم يكيدون كيدا، من هم هؤلاء؟ من هم؟ إنهم يكيدون كيدا، إنها سقيفة بني ساعدة، إنها سقيفة بني طوسي انها سقيفة حسن البنا وسيد قطب وما تفرع عنها من الاحزاب الشيعية القطبية القذرة ما تفرع عنها من احزاب ومنظمات وميليشيات انهم الخطابيون الانجاس الا لعنة الله عليهم من اولهم الى اخرهم الجميع يكيدون كيدا ويعملون ببرنامج المكيده الابليسيه الاصل هو البرنامج الابليسي فهذا الالهاء وهذا التكاثر وهذه الصنميه وهذه النجاسه الخطابيه تطبيقات واضحه للبرنامج الابليسي انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا الله يقول انهم ابليس واعوانه اعوانه في سقيفه بني ساعده اعوانه في سقيفه بني طوسي اعوانه في سقيفه حسن البنا وسيد قطب في السقيفه القطبيه اعوانه في سقيفه النجاسه والرجاسه والقذاره الخطابيه انهم يكيدون كيدا الله يقول واكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا من هم هؤلاء الكافرون الذين حدثتنا عنهم سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة من السورة يا أيها الرسول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في بيعه الغدير وان لم تفعل فما بلغت رساله فلا بلغت توحيدا ولا نبوه ولا قرانا ولا 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 والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين الذين كفروا ببيعة الغدير كفروا قولا وعملا سقيفة بني ساعده والذين لقلقوا قولا وكفروا عملا سقيفة بني طوسي هؤلاء هم الكافرون الذين كفروا ببيعة الغدير سقيفة بني ساعده كفرت ببيعة الغدير قولا وفعلا وسقيفة بني طوسي آمنت قولا وكفرت فعلا وما قيمة القول ولذا فإن إمام زماننا في رسالته إلى المفيد التي وصلت سنة 410 وعشرة من الناحية المقدسة إلى بغداد الى بيت الشيخ المفيد يخاطب فيها اكثر مراجع الشيعه ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم هذا هو الزلل ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعه ونبذوا العهد الماخوذ منهم انها بيعه الغدير نبذوها فعلا وعملا وعلما واعتقادا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هذا خطاب الحجه بن الحسن يوجهه الى اكثر مراجع الشيعه هذا في سنه 410 ماذا سيقول لمراجعنا الذين ارتكسوا وذهبوا بعيدا في الضلال بنحو أكثر مما كان عليه أكثر مراجع الشيعة سنة 410 وعشرة للهجرة حينما وصلت الرسالة من صاحب الأمر دائما أقول لكم مراجع النجف وكربلاء كبول البعير يزداد في الانبعاث الى الوراء دائما يعودون الى الوراء لا يعرفون التقدم الى الامام انهم يرجعون القهقره على ادبارهم مثلما فعل الصحابه في المدينه يرجعون القهقر على ادبارهم هكذا فعل مراجع الشيعه منذ بدايه الغيبه الثانيه والى يومنا هذا وهم في ازدياد في ضلالهم وجهلهم المركب وبعدهم عن امام زمانهم واستحمارهم وتضليلهم وتثويلهم وتجهيلهم للشيعة يزدادون يوما بعد يوم هؤلاء هم الكافرون الذين تتحدث عنهم هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا مهل الكافرين أمهلهم رويدا أي اصبر عليهم اصبر على كيدهم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فإن الأمر سينقضي قريبا أمهلهم رويدا أمهلهم قليلا رويدا قليلا فمهل الكافرين أعطهم فرصة وإنما تأتي الآية تتحدث عن إعطاء الكافرين فرصة لا لأنهم يستحقونها انما الظروف الموضوعيه تملي على المؤمنين ان يصبروا فحينما يصبرون ويصابرون فان الفرصه ستعطى للكافرين الذين توفرت لهم الظروف الموضوعيه المناسبه لتطبيق برنامجهم الابليسي لتطبيق كيدهم وحيلهم وضلالهم انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا ماذا يقول تفسيرهم وتاويلهم لقرانهم صلوات الله عليهم اقرا عليكم من تفسير القمي من الطبعه التي اشرت اليها قبل قليل ماذا جاء في رواياتهم واحاديثهم الشريفه قلت انهم يكيدون كيدا من الذي يقول قلت انه ابو بصير يقول للامام المعصوم متسائلا عن معنى هذه الايه قلت انهم يكيدون كيدا قال قال الامام المعصوم صلوات الله عليه قال كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمه لماذا ذكر الامام المعصوم الاسماء الثلاثه لانهم ائمه الائمه فاذا كادوا ائمه الائمه كادوا الائمه الباقين قلت ابو بصير يقول للامام انهم يكيدون كيدا قال الامام صلوات الله عليه كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمه انه البرنامج الابليسي الذي طبق عبر الصحيفه المشؤومه حيث قتل اصحابها رسول الله حينما سمموه في بيته وكادوا عليا وكادوا فاطمه ببرنامج سقيفه بني ساعده انهم يكيدون كيدا فقال الله يا محمد انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم فينتقم لي ينتقم لله فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس الايات واضحه والتاويل والتفسير جاء بنحو بين سلس مشرق قلت انهم يكيدون كيدا قال الامام كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة قتلوا رسول الله وقتلوا عليا وقتلوا فاطمة فقال الله يا محمد انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين يا محمد امهلهم رويدا لوقت بعث القائم فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني اميه وسائر الناس. نذهب الى فاصل. من حديث طويل رواه ابو بصير عن امامنا ابي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه, عليه. جاء, جاء في خروج, خروج السفياني, السفياني واليماني والخراساني في سنة, سنة واحدة واحد وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام ونبام كنظام ونبام الخرس, الخرس يتبع بعضه بعضا بعض فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي رايه هدى لانه يدعو الى صاحبكم فاذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم واذا خرج اليماني فانهض اليه فان رايته رايه هدى ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه فمن فعل فهو من اهل النار لانه يدعو الى الحق والى طريق مستقيم برنامج الالهاء بالتكاثر قد يكون بظاهره دينيا مثلا هذه الاجتماعات الكبيره لقراءه القران وفقا لمذاق النواصب بحسب الظاهر يجتمع الناس في الصحن الحسيني في الصحن العلوي او في اي مكان اخر في المساجد في الحسينيات وحتى في البيوت يجتمعون وكل شخص بين يديه مصحف ويتعلمون القران او يتلون القران وفقا للقراءات الناصبيه ووفقا لقواعد التجويد الناصبي يقلدون النواصب في كل ذلك وليس هناك من اثر لعلي وال علي في هذه المجالس يتكاثرون القراء فيما بينهم فهذا يكاثر هذا فيما ياخذه عن النواصب والمؤسسات التي تسمى بالمؤسسات القرانيه تتكاثر فيما بينها فيما يدعون من القراء النواصبي ومن المتحدثين النواصبي عن القران تتكاثر المؤسسات فيما بينها فيما يجلبون من هؤلاء وحينما يقدمون البرامج في الفضائيات يتكاثرون فيما بينهم فيما يظهرونه من ثقافتهم النهصبيه فيما يرتبط بالقران وليس هناك من اثر للثقافه القرانيه الغديريه لماذا لان حوزه النجف نقضت بيعه الغدير ولان العتبه الحسينيه وسائر العتبات قد نقضت بيعه الغدير ولان اصحاب العمائم قد نقضوا بيعه الغدير ولان هؤلاء الذين يقلدون النواصب في قراءه القران قد نقضوا بيعه الغدير فليس هناك من اثر لبيعه الغدير نعم في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجه يقيمون الاحتفالات انه ايمان على مستوى القول على مستوى الفعل فهم كافرون ببيعه الغدير والقران لا قيمه له من دون بيعه الغدير وان لم تفعل فما بلغت رسالته ما هو القران جزء من هذه الرساله القران لا يمثل الرساله كلها القران جزء من النبوه والنبوه جزء من الرساله فالقران جزء جزء وان لم تفعل فما بلغت رسالته الذي يظهر من هذه المجالس من انها مجالس دينيه مجالس قرانيه وهي تاخذ الشيعه بعيدا عن امام زمانها الذي ياخذكم الى امام زمانكم القران الذي يفسر في قناه القمر فقط تريدون ان تكتشفوا صدق مقالي قارنوا بين الثقافة القرآنية التي تعرض في قناة القمر وبين الثقافة القرآنية التي تتحدث عنها حوزة النجف وكربلاء بمراجعه بتفاسيره بعمائمه بخطبائه بفضائياته بقرائه ببرامجهم بكل شيء يصدر عنه قارنوا واحكموا ولكن اذا ما حكمتم فاحكموا بوجدان واحكموا بانصاف فهذا الالهاء وهذا التكاثر هو جزء من البرنامج الابليسي ومن المكيده الناصبيه المكيده الناصبيه في سقيفه بني ساعده بالنسبه لنا لا تؤثر فينا كثيرا بشكل مباشر تؤثر فينا بشكل غير مباشر مشكلتنا في سقيفه بني طوسي هذه السقيفه الناصبيه القذره هي التي دمرت ديننا ودمرت تشيعنا وجعلتنا في حاله جفاء مستمر مع امام زماننا هذه هي الحقيقه من الاخر من دون رتوش ومن دون مجاملات انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا نجاتنا عند امام زماننا اكان ذلك في زمان الغيبه ام كان ذلك في زمان الظهور وقت الحلقه انتهى وها اني قد قدمت لكم الطبقه الثالث انه طبق الحلوى البديعه انها الحقيقه مره في مذاقها لكنها حلوه في عاقبتها نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في أمان الله